السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الأستاذ إبراهيم صديق، معلم حاسب آلي بالأزهر الشريف. النهاردة هنتكلم عن المنصة الإلكترونية اللي طرحتها وزارة التربية والتعليم لتعامل المدرسين مع الطلبة، وإزاي الطالب يقدر يسلم البحث بتاعه ويسلمه فين وإزاي والطريقة. كل دي أسئلة سألناها، فكان لازم نعمل الفيديو ده. طيب مبدئيا كده نبدأ ندخل على المنصة الإلكترونية اللي هي إيدمودو. مودو موجودة عندي، أول ما تكتب اسمها بس مجرد في شريط البحث هتظهر معاك، وتضغط على أول لينك موجود عندك هيبدأ يفتح معاك. هنبدأ ندخل يا كمدرس أو كطالب أو كولي أمر، التلاتة هم كمدرس أو طالب أو ولي أمر. هنبدأ ندخل أول كمدرس، نبدأ نكتب الايه اليوزر نيم بتاعك أو الإيميل بتاعك. هنكتب مثلا اي ايميل موجود عندك، مفهوش اي مشكلة. تمام، كمل الايميل .com، ونكتب باسورد كمان، ويبدأ يقول لك كرييت اكونت. طبعا الباسورد بتاعك لازم يبقى حروف وارقام مع بعض. تمام، هيبدأ يدخل معايا على الخطوة اللي بعد كده، والفيرست نيم انا بالنسبة لي هكتب له ابراهيم علي، واقول له نيكست عشان يوديني للخطوة اللي بعد كده. تمام، ابدأ اقول له سيت اب كلاس اللي هي الاعدادات بتاعة الكلاس بتاعي او الفصل الافتراضي بتاعي. هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها الصف، هنسميها الصف السادس الابتدائي. تمام، السيلكت سبجكت اللي هو العنوان بتاعي هيبقى كمبيوتر تكنولوجي، و سب سبجكت وهيبقى برضو الكمبيوتر تكنولوجي، وهيحدد المرحلة العمرية بتاعتك او الفصل بتاعك او المرحلة اللي انت هتشتغل عليها، هتبقى 6 ابتدائي ايه مفيهاش مشكلة. واقول له نيكست عشان يوديني للمرحلة اللي بعد كده، واحدد لون الكلاس بتاعي او لون الرمز بتاع الكلاس بتاعي هيبقى مثلا باللون الاحمر، ده مفيهوش اي مشكلة، موضوع سهل جدا. تمام، هيبدأ يحمل معايا وجاب لي الصف السادس الابتدائي اهيت على جنب، مجرد ما اضغط عليها هتبدأ تفتح معايا مفيهوش اي مشكلة. اول ما بتفتح معاك الكلاس او الفصل الافتراضي بتاعك، بأول حاجة موجود عليه وهي الكود. الكود ده اللي انت حضرتك كمدرس بتديه للطالب بعد كده عشان يقدر يدخل على الفصل الوهمي او الفصل الافتراضي بتاعك. تمام، اضغط عليه كده واحدده، ممكن طبعا حضرتك تعمله داونلود مفيش مشكلة، بس طبعا احنا ممكن اسهل ان احنا نعمله كده كوبي، ونروح نفتح النوت باد او اي برنامج كتابي عندك، كليك يمين وتبدأ تعمله بيست عشان يبقى محفوظ عندك مفيهوش اي مشكلة. تمام، خلاص نقفل دي مفيهاش مشكلة. طيب انا عايز اضيف دلوقتي تعريف للفصل الافتراضي بتاعي او ترحيب بالطلبة مفيهوش مشكلة. ابدأ اكتب مثلا اهلا اهلا وسهلا بكم مثلا، واقول بوست هيبدأ ينزل عندي في الصفحة بتاعتي عادي جدا مفيهوش اي مشكلة. طيب لو رجعنا كمان من نفس المكان اللي انا بضيف منه بوست، ممكن اضيف تصويت، ممكن نضيف تصويت من هنا create a poll، تبدأ تضيف ما رأيك في التعلم عن بعد. تمام، مفيش مشكلة، انا يعني كحاجة افتراضية كده بنعملها او مثال. نبدأ نقول مثلا ممتاز، نبدأ ننزل على اللي بعدها ونقول جيد. طب خلصت معايا الخيارات، انا ممكن اضيف حاجة جديدة كمان واقول غير جيد مثلا. تمام، وابدأ اضغط على بوست عشان يبدأ ينزل عندي مفيهوش اي مشكلة، بدأ ينزل. تمام، ما رأيك في التعلم عن بعد؟ ممتاز، جيد، غير جيد. لو دخلت بعد كده كطالب هتلاقي عندك امكانية ان انت تقدر تختار حاجة من دول. تمام، انا ممكن كمان ارفع لهم ملزمة او ارفع لهم شرح او ارفع لهم صورة او ارفع لهم ملف عموما احطه على الفصل او الكلاس الافتراضي بتاعي هنا من هنا، واختار مثلا نختار مثلا الصورة دي كده اللي هي هنعتبرها ملف سواء كتابة او
ملف كتابي او ملف فيديو، انا بس بختار حاجة صغيرة عشان تترفع معايا بسرعة عشان بس وقت الفيديو، واحدد الشرح هنا مثلا واقول له بوست. تمام، بدأ ينزل معايا والشرح اهو متاح للطالب ان هو ممكن يعلق لي على الملف دوت، يقدر يقول لي انا اقدر انزله فين او ازاي، او يسأل اي سؤال مفيش اي مشكلة وهيتجاوب عليه مفيش مشكلة. تمام، حاجة كمان مهمة جدا، ان اقدر اعمل اضيف فيديو شرح، فيديو شرح او لينك لموقع تاني او لينك للفيديو بتاعي. تمام، من هنا اضغط على الزائد ديت واقول كرييت اساينمنت، هيبدأ يفتح لي كده، هيقول لي التايتل اللي هو العنوان بتاعها ايه، هقول له مثلا شرح جديد مثلا ايا كان، هنا وصف الفيديو بتاعك اقول له الصف السادس مثلا. تمام، وابدا من هنا احدد، بيقول لي اهو اول ما وقفت عليها قال لي اد لينك، اضغط عليها وابدا اروح اجيب اللينك بتاعي اللي انا عايزه اهو، كليك يمين عليه واقول له كوبي، وارجع تاني جوه اقول له اضافه. مجرد انا ما اضيف اللي هنا اللينك بتاعي بدأ هو يجيب لي عنوان اللينك اصلا الموجود على الفيديو على اليوتيوب. تمام، واقول له اتاتش. تمام، واقول له اساينت عشان اقدر احفظ الكلام ده كله. هنا بيقول لي انت عايز الفيديو او الشرح ده يبقى موجود امتى، اقول له انا عايزه يوم 21 الساعة 4 مثلا و 14 دقيقة اهي مثلا، مفيش مشكلة، واقول له اساين. تمام، بدأ ينزل معايا عادي جدا مفيهوش اي مشكلة. الشرح بتاعي شرح جديد مفيهوش اي مشكلة، تضغط عليه هيفتح معاك ويبدأ يعرض لك اللي انت عايزه او الفيديو اللي محطوط عليه. حاجة كمان مهمة لازم اعرفها وممكن اضيفها، اللي هو الاختبار كرييت كويز، اضغط عليها كده عشان اقدر انشئ اختبار الطلبة بتاعتي تدخل عليه وتحل. الكويز ديتيلز اللي هو فيها العنوان، هنكتب مثلا عنواني اختبار شهر مارس، وابدا الوصف بتاعي اقول الصف السادس ايا كان وصفك ما فيهوش مشكله، تكتب اللي انت عايزه في وقتها، واقول له مثلا الوقت بتاعي 15 دقيقه، انت بتحدد له مجرد ما الوقت بتاعك بينتهي بيبدا يقفل. تحددت الوقت خلاص، بعد كده بتقول له هنا ان انت عايز، بعد ما انا حددت الوقت بتاعي بقدر هنا اقول له ان انا عايز اشوف النتيجة بتاعة الامتحان بعد ما اخلص. تمام، بتحددها له هنا. كمان ممكن تقول له ان انا هدخل في اي وقت، مش لازم في الوقت دوت احل الامتحان، ممكن تحددها له برضو مفيش مشكلة. هنا لو قلت له عايز الاسئلة بتاعتي تبقى اسئلة عشوائية برضو مفيش مشكلة، تبدأ تروح للخطوة التانية والمهمة اللي انت بتضيف فيها الاسئلة. اول حاجة هنا انت بتختار نوع السؤال، سؤال صح وغلط، سؤال اختيار من متعدد، سؤال اجابه شورت انسر اللي هي اجابات هتكتب له اجابه، ايا كان السؤال اللي انت بتختاره من هنا ما فيهوش اي مشكله. تمام، هنختار مثلا صح وغلط او ترو اور فولس، هقول له هنا مثلا احط له سؤال، ممكن سؤال عن منهجنا، هنقول له يوجد داخل برنامج العروض تقديمية شرائح كثيرة. تمام، هبدأ أقول له السؤال دوت صح ولا غلط، إجابته إيه، أحدد إجابته. أنا أقدر أحدد إجابته هنا دلوقتي، طبعا الإجابة هنا هتبقى ترو هي الصح، نسيبها زي ما هي ونبدأ ننزل بس تحت شوية لحد ما نضيف، نضغط على add new question، إضافة سؤال جديد كده كده، هو سايف السؤال اللي قبله وبدأ يضيف لي سؤال رقم 2 هنا مثلا، وهنغير نوع السؤال وهنختار مثلا الاختيار من متعدد، وأقول له يتكون أو تتكون حزمة برامج الأوفيس من، تبدأ تضيف هنا الانسر الأولانية أو الإجابة الأولانية، نكتب مثلا وورد، الإجابة التانية وأقول له إكسل، الإجابة التالتة وأقول له أكسس،
وممكن كمان انا عدد الاجابات عندي بالنسبه له بيقول لك خلص، انت ممكن تدوس على اد ديت هتضيف لك اجابات جديده. اقول له مثلا كل ما سبق، تمام. طب هي ايه الاجابه من دول الصح؟ الاجابه من دول الصح اللي هي كل ما سبق، تمام. انا كده بدات اضيف، وهكذا هكذا هتبدا اد نيو اد نيو، هيفضل يضيف لك في اسئله تاني كتير. هقول له اساين عشان ابدا احفظ الاختبار بتاعي. برضه هيقول لي هو انت عايز الاختبار ده يبقى يوم ايه؟ اقول له يوم 21 الساعه 4 برضه، وعدد الدقائق مثلا 4 ومثلا و 18 دقيقه مفيش مشكله، وتوقيت المسائي، تمام. ويبدا برضه يقول لك الاختبار بتاعك اللي احنا لسه معدلينهم من هناك من الديتيلز بتاعت الاختبار. هنا هم ابدا اضغط على ساين الساين، ويبدا يقول لك الاختبار بتاعك نزل اختبار شهر مارس اهوت. يبدا الطالب بالضغط عليه يفتح معاه ويبدا يحل، تمام. كده نكون انتهينا من الدخول كمعلم، او انت كده كمعلم كل الحاجات اللي تقدر تستفيد منها من الفصل او الفصول الافتراضية اللي انت هتنفذها بعد كده ويكون موجود عليها الطلبة. بمجرد ما تديهم الكود دوت بيبدأ هو يدخل على الفصل الافتراضي بتاعه ويبدأ يحل الاختبارات اللي حضرتك حاططها ويشوف الشرح والملازم اللي انت ممكن تكون ضايفها في اي وقت. هنبدأ نخرج عشان نعمل لوج اوت عشان ندخل ك student او كطالب، تمام. هيبدأ يطلب منك اسمك الاولاني، هنقول له مثلا اسمي علي، اسمي مثلا علي، والاسم التاني بالنسبة لي احمد. طيب الكلاس كود ده الكود اللي سيادتك اخدته قبل كده موجود عندك، انت اخدته اللي انت بتبقى واخده من المدرس بتاعك، المدرس بتاعك هو اللي بيديك الكود دوت. طيب احنا كنا لسه واخدين كود، دلوقتي نبدأ نعمل له كوبي ونروح على مكان الكود نحطه. اليوزر نيم بتاعه هقول له مثلا انا اسمي علي احمد، تمام. كل ده بيقول لي الاسم ده موجود قبل كده مش عايز يقبله، كده هو قبله. هيبدأ يطلب منك برضو ايميل عشان تقدر تدخل بيه، هتكتب اي ايميل انت عايزه مفهوش مشكلة، حتى لو الايميل مش صح هيقبله منك، حتى لو ايميلك مش صح هيقبله منك مفهوش مشكلة. تمام، حط برضو الباسورد اللي سيادتك عايزه. هتبدأ تقول له ساين اب فور فري، تمام. هيبدأ يدخل معاك وهتدخل هنا كطالب. طيب هنا بيطلب منك بيقول لك حط رقم تليفون لولي الامر بتاعك او ايميل لولي الامر بتاعك، طبعا الموضوع مش لازم تحطه، دوس اسكيب بس. هيبدأ يدخل معاك وهتلاقي نفسك موجود قدامك الكلاس اللي المدرس بتاعك اداله الكود اللي انت حطيته، وتبدأ تضغط عليه، يبقى انت كده دخلت على الفصل الافتراضي بتاعك بينك وبين زمايلك مفهوش اي مشكلة، والمدرس بتاعك موجود معاك عليه مش اي مشكلة. اول ما تدخل هتلاقي مثلا اختبار شهر مارس اللي انت عايز تحله، هتضغط عليه تقول له تيك كويز، هيبدأ معاك الامتحان اللي مدته 15 دقيقة. اول سؤال موجود عندك، التايمر بتاعك ال 15 دقيقة بدأوا يعدوا معاك اهم، وبيقول لك ان انت عندك سؤالين لازم تجاوب عليهم، وانت لسه في السؤال الاولاني تقرأ السؤال وتجاوب عليه. هتقول له مثلا ان فيها شرائح كتير، مثلا هتقول له فولس، تبدأ تقول له نيكست، وهنا هتبدأ تقول له مثلا الإجابة هنا ايه كل ما سبق. خلاص انت كده خلصت، هتقول له سبميت. لو الوقت عدى عليك هيقفل الامتحان لوحده، لا الوقت ما عداش عليك يبقى انت هتضغط على سبميت كويس، وهنا برضه هتضغط سبميت، تمام. يبقى انت كده خلصت الامتحان بتاعك، الأسئلة بتاعتك كلها حلتها. تبدأ لو انت عايز تشوف نتيجتك او تشوف اجاباتك صح ولا غلط تقول له ريفيو، السؤال الاولاني اللي انت حليته حليته غلط، انت اخترت الاجابة ديت والمفروض تختار الاجابة ديت، السؤال اللي بعده حضرتك اخترت الاجابة الصح اللي هي ديت، وكده يبقى انت حليت سؤال غلط وسؤال صح مش اي مشكلة. بتخلص، وطبعا النتيجة بتاعتك انت حليت واحد من اتنين، طبعا لو 10 اسئلة حليت منهم 7 هيقول لك 7 من 10،
تمام، يبقى دي الدرجة بتاعتك. تدوس كلوز وتضغط ترجع على هوم عشان يبدأ يعرض لك الايه الكلاس بتاعك، باقي الكلاس بتاعك. يبقى انت خلصت كده الامتحان. لو عايز تدخل على الشرح ده هتضغط عليه هيبدأ يفتح معاك، مفيش اي مشكلة. اوبن اهو الشرح بتاعك، الفيديو اللي احنا قلنا احنا حطينا اللينك بتاعه عشان تبدأ تدخل عليه. لو انت عايز ترفع حاجة هنا تدوس اتاتش وهتروح على فروم فايل في الكمبيوتر بتاعك، وعايز ترفع مثلا مذكرة او تكون حاطط مثلا قريت اتفرجت على فيديو عايز يبقى عندك تعليق عليه او اي حاجة، يا تكتبها يا ترفعها له في ورقة مكتوبة، ما فيهوش اي مشكلة. تمام، متاح لك انك التفاعل معاك كويس جدا يعني. تمام، تبدأ بعد كده تروح بعد الشرح مثلا لو في مذكرة هنا محطوطة مجرد ما تضغط عليها عادي مفيش اي مشكله، بتدخل برضو مفيش مشكله. المدرس، لقيت المدرس بتاعك حاطط لك هنا تصويت او فوت، تبدا تختار مثلا ايه رايك في التعلم عن بعد، هتقول له مثلا ان هو ممتاز بالنسبه لك، تحدد الاجابه اللي انت عايزها وتدوس فوت. يبقى انت كده ايه عملت له تصويت هنا، تمام مفيش اي مشكله. وهتلاقي برضو المدرس كاتب لك رساله ترحيبيه، هتلاقي اي بوست موجود هنا تبدا تتعامل معاه وتتعلق عليه، مفيش اي مشكله خالص خالص خالص. والموضوع بالنسبة لكم هيبقى سهل كمدرس وكطالب، تعامل بسيط جدا ولذيذ جدا، وهتقدر تستفيد منه وانت قاعد في البيت. كل ما عليك انك يبقى عندك الجهاز بتاعك كويس بامكانياته كويسة، ويقدر يدخلك على النت بشكل كويس، نت يكون سريع بشكل كويس يعني، يشغلك بشكل جيد يعني. تمام، وبكده نكون انتهينا من شرح المنصة الإلكترونية إدمودو الجديدة اللي اقترحتها وزارة التربية والتعليم للتفاعل بين المدرسين وبين الطلاب ولتسليم الأبحاث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.